أخبار الرياضة من الجزائرية الإخبارية. مشاهدينا السلام عليكم. بداية، أبرمت الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية اتفاقية تعاون مع الاتحادية الجزائرية للفوفينان فيات فوداو من أجل تطوير الرياضة على مستوى المؤسسات التربوية، خاصة الطور الابتدائي، وذلك لاكتشاف وانتقاء المواهب. نسرين شبوط تفصل أكثر في الموضوع. بعد اتفاقها مع 5 اتحاديات رياضية جزائرية، ها هي اتحادية الرياضة المدرسية تبرم عقد اتفاقية أيضا مع الاتحادية الجزائرية للفوفينان فيات فوداو، وذلك من أجل النهوض بالرياضة بداية من المدارس وتحسين آليات وانتقاء المواهب الرياضية منذ الصغر في كل ولايات الوطن، وتوجيههم وتكوينهم بأحسن المؤطرين والمدربين الجزائريين والدوليين. من راح تكون اتفاقية بين الاتحاديتين، إن شاء الله راح تكون تعود بالخير على الرياضة الجزائرية، خاصة على الرياضة المدرسية اللي فيها أكثر من 8 ملايين تلميذ، ورياضة هذه اللي يعني كثير من الأطفال يحبوا الرياضات القتالية. هذا الشيء راح يعود بالفائدة على يعني الاتحاديتين، وإحنا دائما في خدمة الرياضة والرياضيين خاصة. اتفاقية عمل وشراكة تهدف إلى دعم الرياضة في المدارس، خاصة التي تضم عددا كبيرا من الرياضات والاختصاصات في فئة عمرية ينتظر منها أن تكون مستقبل الرياضة الجزائرية. وحسب رئيس اتحادية فوفينان فيات فوداو محمد جواج والرياضة المدرسية عبد الحفيظ إزام، فهذه الاتفاقية ستسمح بتنظيم بطولات مدرسية من خلال امتزاج الرياضيين المتمدرسين بنظرائهم المنخرطين في الأندية الوطنية، والهدف منها اكتشاف المواهب ليصبحوا أبطال المستقبل. الاتفاقية احنا خصصنا يعني الطور الابتدائي، ما يخفاكمش الطور الابتدائي عنده خصوصياته، والتم اللي لازم تكون فيها البذرة من التم اللي تبدأ يعني نمو الرياضة بأكملها. راح تكون هذه الاتفاقية تخص خاصة الرابطات الولائية للرياضة المدرسية والرابطات الولائية للاتحادية لفوفينان، اللي راح هما يكملوا العمل في القاعدة، وان شاء الله بهذا يعني بهذه الاتفاقيه راح تكون ان شاء الله تطوير الرياضه. وما يخفاكمش الرياضه هي وسيله تربويه بامتياز. الرياضة المدرسية تعتبر أول فرصة يتحصل عليها التلميذ لإبراز قدراته ومهاراته وتفجيرها مستقبلا، بالرغم أنها كانت قاعدة صلبة للكثير من الرياضيين الجزائريين. فهل فعلا ستتطور هذه الرياضة المدرسية أم سيبقى الاهتمام بها ضعيفا؟ ومتابعة لهذا الموضوع يلتحق بنا في الاستوديو رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينان فيات فوداو السيد محمد جواج، ضيف أخبار رياضة. مرحبا بك أولا. مرحبا، شكرا. الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين اتحاديتكم واتحاديات الرياضة المدرسية، هل يمكن أن تطلعنا وتضعنا في صورة هذه الاتفاقية؟ والله هذه تعتبر ضمن برنامج اتحادية الجزائرية للفوفينان فيات فوداو، التي تندرج يعني تهدف الى ادراج الفوفينان ضمن الرياضه المدرسيه. نحن نؤمن كل ايمان بان المدرسه هي النواه الاساسيه لبناء رياضي بطل عالمي في المستقبل، وبالتالي كان لنا الاتصال مباشره مع اتحاد الرياضه المدرسيه عبر رئيسها السيد عبد الحفيظ إزام الذي نشكره بهذه المناسبه، وكان الاتفاق اولا هي البدايه تكون عبر المدارس الابتدائيه لمده السنه الاولى
يكون هناك تدريبات، وسيكون كذلك يعني نوفر نحن كاتحادية الفوفيرنام المدربين تأطير يعني بمدربين لهم كفاءات مكونين من المعهد الوطني للرياضة، وكذلك لها مستوى تقني في الفوفيرنام للإشراف على التلاميذ في مختلف المدارس، وتكون على مستوى 34 ولاية أن يوجد الفوفيرنام في هذه الولايات. طبعا أنتم تدركون جيدا بأن في الرياضة المدرسية هناك إقبال ضعيف إن لم نقل منعدم لهذه الرياضة، وبالتأكيد كان الاستهداف هو الرياضة المدرسية. تطوير هذه الرياضة كما ذكرت سيكون من الفئات، ربما من الفئات المتمدرسة أولا ثم المتوسط، أليس كذلك؟ لتمتد ربما إلى الثانوي عبر مقررات ربما رسمية. نعم، أغلب الرياضيين الفوفيرنام في فوضى والذين لديهم إجازة لدينا في الاتحاديتنا هم متمدرسين، وكذلك حتى في المتوسطة والثانوية. الخطوة الأولى أكدنا فيها على المستوى الابتدائي، صحيح. ثم إن شاء الله نتبعها بالمتوسط والثانوي، وتكون لدينا في المستقبل بطولات وطنية وجهوية خاصة بكل مستوى. نحن نريد أن نرقى بالرياضة المدرسية ونرقى بالفوفيرنام إلى أعلى مستوى، ونريد أن تكون هذه الاتفاقية مطبقة ومطبقة على الواقع، يعني مثل ما اتفقنا عليه. نتمنى إن شاء الله أن يكون لدينا كذلك تسهيلات من طرف مديرية التربية. هل وضعتم برنامج خاص ربما قريب المدى أو متوسط المدى مع اتحادات الرياضات المدرسية؟ نعم، اتفقنا كل البرنامج في هذه السنة يكون فقط تدريبات، وسنشارك في المهرجان الذي سنظم في 5 جوليا المقبل إن شاء الله تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وبعدها إن شاء الله العام المقبل إن شاء الله نسرع في تنظيم المنافسات في إطار اتحاد الرياضة المدرسية. ما يخفاكش أن الفوفيرنام اليوم يعني موجود عندنا حوالي 20,000 رياضي ممارس، ونحن من هذه الاتفاقية نطمح إلى رفع عدد ممارسين إلى أكثر من 50,000 ممارس، ولما لا، خاصة أن في المدارس حتى وأن العدم تنعدم يعني إمكانيات مثل البساط، إلا أنه يمكننا استعمال التقنيات التي لا تتطلب البساط، ومن هنا كذلك حتى الأندية ستلعب دورها في انتقاء يعني هؤلاء الرياضيين الذين يكون لديهم مستوى لضمهم إلى النوادي، وبهذا نسمح للرياضيين المتمدرسين المشاركة في المنافسات الخاصة بالرياضة المدرسية والمشاركة في المنافسات الخاصة بالاتحادية، ويكون الانتقاء في المستقبل، خاصة أن اليوم أصبح للفوفيرنام هناك بطولة إفريقية خاصة بالمواهب الشابة. بالنسبة لكم هل حشدتم كل الإمكانيات؟ طبعا نعرف بأن مثل هذا ربما ترسيخ هذه الرياضة في الدور الابتدائي يتطلب إمكانيات، هل وفرتم كل هذه الإمكانيات مادية ومن حيث التأطير أيضا؟ من ناحية التأطير في 34 ولاية يعني. نعم، في 34 ولاية يعني نقدر نقول الحمد لله كل شيء يعني متوفر لدينا، مؤطرين أكفاء لدينا، نوادي هناك لديهم يعني حتى يعني كاين نوادي يعني الأغلبية يشوطون في القاعات التابعة لمديرية الشباب والرياضة على مستوى الولاية، وبالتالي يتوفرون على الإمكانيات الخاصة بالرياضة، لأن ليس هناك إمكانيات كبيرة للفوفيرنام في الوضوء، يعني نسحب بحاجة إلى بساط وموجود، وكذلك بحاجه الى لباس خاص بالفوفيرنام، وهو يعني السعر تاعو يعني ماهوش يعني سعر مرتفع، يعني يمكن لكل تلميذ ان يقتنيه بسعر يعني ملائم جدا، وبالتالي اعتقد اننا سننجح في هذه العمليه. نتمنى فقط ان ترافقنا وزاره التربيه وتفتح لنا الابواب وتسهل لنا الامور حتى نطبق برنامجنا. نحن لا ندخل مباشره
لدينا رابطات في هذه الولايات صح. لكن دائما ننسق تنسيق صح. مع الرابطات الولائية الخاصة بالرياضة المدرسية، بالنسبة لنا هي الغطاء الأساسي على مستوى كل ولاية. أعتقد أن المدربين يعني راهم حتى المؤطرين فاهمين المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكذلك أعتقد سيكونون في المستوى. ما يخفاكش أن الفوفينام فيت فوداو في السنة المقبلة إن شاء الله سيبلغ 20 سنة، يعني 20 سنة هنا في الجزائر، 20 سنة ب 20,000 ممارس بحوالي 200 نادي وطني وقاري أيضا وعالمية وعالمية أيضا. وعالمية أيضا، وبالتالي رفعنا التحدي في السابق وسنرفع التحدي إن شاء الله على مستوى الرياضة المدرسية، ونخطط كذلك في المستقبل حتى مع الرياضة الجامعية. ما يخفاكش كذلك ولما لا، ممكن جدا أننا نشارك في المنافسات العالمية الخاصة بالرياضة المدرسية مدرسية. على لأن اليوم في آسيا بدأت الفوفينام أدرج رسميا في الاتحاد الأسيوي للرياضة المدرسية والجامعية، أصبح منافسة رسمية وأعتقد ممكن جدا أن يكون على مستوى إفريقيا وعلى المستوى العالمي، ولما لا خاصة على المستوى ولما الأولمبي نسعى إليه إن شاء الله في المستقبل. لكن نتكلم على الرياضة المدرسية الجانب على المستوى الإفريقي والمستوى العالمي، نتمنى إن شاء الله أن نصل إلى هذه المرحلة في المستقبل القريب. لدينا كل الإيمان وكل الثقة بأننا سنحقق أهدافنا التي سطرناها في برنامج اتحاديتنا. وكذلك حتى يعني إذا كان سمحت فقط نعم نعطي أنا تحدثنا الآن محمد جواز، سؤالي التالي حول مصير المنافسة، ماذا عن مصير منافسة الفوفينام فيت فوداو لحد الآن في ظل الظروف الصحية الراهنة؟ والله صراحة أتألم كثيرا 9 أشهر بدون منافسة، قاعات مغلقة بدون تدريبات. هناك أعتقد أن هناك شيء غير منطقي، هناك 34 ولاية أعتقد التي مسها الحجر الصحي، هناك ولايات غير معنيين بالحجر ولكن الصحي. حاليا هناك قرار بفتح الممارسة الرياضية في الهواء الطلق، هل لا يمكن لممارسي هذه اللعبة ربما للتدرب يعني في الهواء الطلق بدل القاعات الرياضة إن أمكن؟ يعني الرياضات محددة حددتها وزارة الشباب والرياضة نعم. التي تمارس على مستوى الهواء، لم يدرج الفنون القتالية أو نعم. الفوفينام فيت فوداو في هذه الرياضات، ونحن نطمح إن شاء الله أن يرفع عنا هذا القرار وتفتح القاعات الرياضية، لأن صراحة الشباب يعني اليوم يعني راهم متشوقين صح. لممارسة الرياضة. كيف أقول 9 أشهر بدون رياضة، خاصة الرياضيين الصغار، وأعتقد أننا يمكننا احترام البروتوكول الصحي، يمكن توفير كل نوادي أن توفر يعني درجة الفحص البي سي آر. هل أنتم قادرون على البي سي آر؟ ليس بالضرورة، أعتقد حسب رأيي هناك ثرمومات لقياس درجة الحرارة وكذلك يعني المعقم. أقول لك أن هناك رياضات كرة القدم داروا البي سي آر بعد ما دخلوا الملعب أصيبوا بكورونا، وبالتالي أنا بالنسبة لي لكنه فحص ضروري للكشف المسبق، فحص ضروري لتفادي العدوى أيضا. نعم. هذه رياضة فيها احتكاك، فيها أعداد كبيرة من الممارسين داخل قاعة ضيقة ربما في كثير من الأحيان. اسمح لي، ليس كذلك؟ لا ليس كذلك. نعم، لأن ما نقدروش إذا كان وفقوا نطبقوا هذا الشيء، ما نقدروش الأطباء اللي هم في الصف الأمامي ماشي يديروا كل يوم في سيارة. إذا كان راحوا لهذا العمال البريد والمواصلات ما راهمش كلهم يديروا البي سي آر، إذا كانوا بهذا المنطلق. هو في لكن هو هذا المنظر، اسمح لي يبقى رأيك سيد محمد، رأيك لأنه السلطات الصحية والسلطات العليا وضعت شرط لاستكمال المنافسة في كل المنافسات وليست في اتحادية كل نعم. فقط. أحترم قرارات نعم، أحترم قرارات، ويعني لا يمكن مخالفتها لا يمكن، لكن يمكن مثال في القاعات الرياضيه تحديد عدد الممارسين، بل ما باش يكون يعني 60 يكون مثال 30. اذا نعم. كان يقول البروتوكول الصحي متر ونصف بين الرياضه والرياضه، نخلوه 3 مترات حتى نتفادى يعني تحديد عدد الممارسين. هل التقيتم ربما بالوزاره لتقديم مقترحاتكم ايضا انتم كاتحاديه الوزاره من اجل استئناف المنافسه
بعد توقفها لمدة تزيد عن 9 أشهر. الوزارة طلبت منا في البداية اقتراح بروتوكول صحي وقدمناه لها، إلى يوم هذا ليس هناك أي رد، واتصلنا كذلك حتى بمصلحة يعني الطب الرياضي كذلك، أرسلناهم وقالوا أن اتصالكم مباشرة مع وزارة التربية هذا وليس معنا، وبالتالي لدينا كل الاقتراحات ونحن مستعدين، خاصة وأن النوادي الرياضية أخي هي منظمة عندها تنظيم وتتحكم في الرياضيين، وبالتالي لا أعتقد أن هذا الباب سيفتح يعني باب فجوة يعني لارتفاع الحصيلة يعني هذا عن النوادي. أما عن المنتخبات، لم نشاهد منتخب الفوفينام فيات فوداو على غرار الكثير من المنتخبات، لماذا؟ لا يمكن، كل شيء مغلق يعني لا يمكن مشاركة حاليا على المستوى الافريقي، بطولة افريقيا بصفتي رئيس الاتحاد الافريقي اجلناها لان لا يمكن ما نقدروش نخرج من الطلب الوطني، الطيران مغلوق، كذلك البطولة العالمية تاجلت الى ديسمبر المقبل هذا 2021 ان شاء الله، وبالتالي عندما يكون الرياضة ولماذا لم تدخل في تربوسات يعني يدخل في تربوسات بدون هدف، ما عندي حتى نصرف أموال يعني تربطها بالمنافسة يعني. يعطيك صحيح. نصرف أموال بدون هدف صح. الرياضيين الفريق الوطني هم يتدربون دائما صح، وهم على اتصال مباشر مع المدربين، وهذا الأهم يعني. وهذا الأهم، هم يتدربوا، لكن باش ندخلوا إلى مركز تحضير 15 يوم أو شهر صح، بدون هدف صحيح. ما الفائدة من ذلك صح. يعني صح. نصرف أموال أعتقد المنطقة لا يتقبلوا هذا. يعني سؤال أخير سيد محمد جواج، ما هي آفاق هذه الرياضة في الجزائر باعتباركم رئيس الاتحاد الجزائري ورئيس الاتحاد الكونفدرالية الإفريقية للعبة؟ آفاق كبير للفوفينا فيت فوداو، قلت لك وصلنا 34 ولاية صراحة، في العهد المقبلة سطرنا برنامج حيكون اهتمام أكثر بالمناطق الجنوب، وخاصة كذلك يعني المناطق إذا كان صح مناطق الظل راح نركز عليها أكثر لأنها تحتوي على قاعات رياضية صح، وليس هناك مؤطرين. سنعمل نقترح على وزارة الشباب والرياضة برنامج خاص في هذا الإطار إذا كان رفقتنا فيه لتكوين مدربين ليكونوا قادرين على تدريب وتأطير الرياضيين في هذه المناطق، حتى يعني نسمح لهم يعني ممكن جدا أن نجد فيهم رياضيين يمكنهم أن يكونوا من النخبة ويمكنهم تمثيل الجزائر في المحافل القارية والدولية إن شاء الله. نحن على كل نعمل وسنعمل ولدينا ثقة كبيرة بأن كل أهدافنا ستتحقق في المستقبل وسنصل بإذن الله تعالى 48 ولاية إن شاء الله. محمد جواج رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو، كنت ضيف أخبار الرياضة لهذا اليوم على الجزائرية الإخبارية، شكرا جزيلا لك، نلقاك إن شاء الله في فرصة قادمة بحول الله. شكرا جزيلا لك. شكرا نصر. ونواصل مشاهدينا أخبارنا. في كرة القدم ألغيت اليوم مباراة الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف بين وفاق سطيف ونادي النهضة التي كانت مبرمجة اليوم، بعد أن تفاجأ الفريقان بأبواب الملعب موصدة لأسباب مجهولة، مرجح أن تكون بسبب خلاف بين اتحاد الكرة المحلي ووزير الشباب والرياضة التشادي، وإلغاء عدد من المباريات وإعادة برمجتها من جديد يطرح العديد من التساؤلات حول طريقة تسيير الكاف للمنافسات القارية. آخر هذه التغييرات كانت في مباراة شباب الوزداد وغورماهيا الكيني. طارق بوفليح يفصل في هذا التقرير. أي وهن أصاب الكاف بعد أن عاث فيروس الفساد فيها ليصيب رئيسها الملغشي أحمد أحمد ويدخله في حجر لخمس سنوات، أفقد الهيئة بوصلتها بل ورفع من درجة تيهانها إلى حد عدم القدرة على فرض منطقها على الأندية التي استغلت الوضع وراحت تتسيد عليها. فما حدث مع مولودية الجزائر مع نادي بافلز البنيني الذي استطاع القفز على كل القرارات والتهديدات التي صاحبت استئناف المنافسة رابطة أبطال الإفريقية ليقرر القدوم إلى الجزائر للعب مباراة العودة في تاريخ اختاره هو وتغيب عن الموعد المحدد؟ تكرر الأمر ذاته مع منافس شباب الوزداد الكيني غورماهيا الذي عمد إلى نفس الحيلة وبصيغة الجهر غير آبه وغير متخوف من العواقب
بما أنه كان واثقا من سلطته على الكاف التي استسلمت في نهاية المطاف لتعتمد حججه وتقرر برمجة اللقاء في تاريخ آخر، وهو الذي استثمر في ذلك ليربح الوقت ويعالج مشاكله الداخلية على غرار إضراب لاعبيه بسبب المستحقات. ورغم أن ممثل الجزائر استبق كل الأمور ووضع مخططا محددا لتجهيز الرحلة، والدليل وصول الطاقم التحكيمي للقاء، غير أن ذلك لم يكن كافيا لفوز الشباب على البساط ليصدر القرار النهائي بلعب مواجهة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني يوم 26 ديسمبر القادم. عندما يكون القرار الأصلي خاطئا فلن تكون القرارات الفرعية النابعة منه صحيحة، هو حال الهيئة الكروية الإفريقية في الوضع الحالي، فيما ستبقى الأندية الجزائرية رهينة للوضع الاستثنائي الذي يستلزم مرافقة خاصة من السلطات لتفادي العثرات. وللحديث والتفصيل يلتحق بنا على الهاتف مباشرة الصحفي الجزائري الخبير في أخبار الاتحاد والمسابقات بإفريقيا يزيد وهيب. مساء الخير أولا. ثانيا، كيف تقرأ توالي قضايا مولدية الجزائر بافل زلبينيني ثم شباب بلوزداد مع غورماهي الكيني ووفاق سطيف بالأمس واليوم؟ مساء الخير. شوف، هذه القضايا هذه يعني راهي مترابطة مع نمط التفسير تاع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. خدات قرار باش تعود ترجع المنافسة تاع النوادي، ولكن نظن ما خداوش كل الاحتياطات تاعهم باش لضمان كيفاش يقولوا برمجة وتسير تسير لازم لهاد الدورة تاع لا ليغ دي شامبيون لا كوب تاع لا كونفدراسيون. اليوم رانا نشوفوا المرة الثانية فرق جزائرية من بعد المولودية اليوم السي ار بي، الفرق اللي تجي باش تلعب عندها هنايا داروا مشاكل، قال احنا ما قدرناش باش نلحقوا العاصمة الجزائرية لأن الحدود مغلوقة. هذا نظن مبرر شويه خفيف، ولكن الكونفدرالية خذته بعين الاعتبار. ترغم الجزائر يعني النوادي تاع الجزائريه والاتحاديه الجزائريه باش تعاون الفرق اللي الزائره هذه اللي تجي هنا يسيبوا لهم كيفاش يقولوا يسيبوا لهم ان بلون دو بول باش من يدخلوا، لان المبرر تاعهم الاول والاخير هو انه لي فرونتيير تاعنا الحدود مغلوقه. ولكن رانا نشوفوا باللي كاين مسؤولين دي زوفيسيال تاع لاكاف اللي محاضرين هنا، يجوا الحكام ديليغي هادو مين جاوا مين دخلوا؟ ظن باللي هاد الفرق كيما اليوم غورمايا هادية والبارح بيفالو هادو تاع الفرق اللي عمل مولوديا هم يسيبوا اسباب هكذا باش يعطلوا، وممكن عندهم مشاكلهم من الداخل. ولكن شوف، ما نقدروش نلوموا غير لاكاف، النوادي كل النوادي الافريقيه عندها مسؤوليه في هذه المشاكل اللي تصرى. كيفاش من بعد ما حبست كره القدم في القاره مده 9 شهور ما كانش المنافسات بين النوادي، الكاف قررت باش تعاود تولي برمج المنافسه والاتحاديات ما هضروش، سكتوا خلوهم داروا يعني كيلي راه ما كانش الوباء هذايا، عاودوا نديروا كيما العام اللي فات ولا العام اللي فات اورغانيزاسيون تاع لي ماتش هادو، تور بريليمينار بريمي تور دوزيام تور مع لي بول. انا نظن بلي من المسؤوليه تاع هاد الاتحاديات الافريقيه ومنها الاتحاديه الجزائريه كانوا يديروا كيفاش يقولوا اون بروبوزيسيون. نهار لاكاف دارت دي فيزيو كونفيرونس معاهم باش يعاودوا يولوا المنافسه القاريه هذه، قال احنا اعتبارا باللي كاين مشاكل صحيه مشاكل امنيه، احنا ما نقدروش ما نخذوش الاحتياطات تاعنا باش اللي يجي عندنا يكون ضامن باللي ما عندوش راس اتام بار الكورونا هذايا. قال يا اخي نظموا الدورات كيفاش يقولوا زونال لونيون، هذه لونيون نور افريكان مثال فيها الجزائر المغرب تونس مصر وليبيا. يزيد يعني الدول التي اخذت الدول التي اخذت احتياطاتها في هذا المجال من بينها الجزائر، طبعا من حقها
اعتقادك من الطبيعي والمنطقي من حقها أن تأخذ كامل احتياطاتها والتدابير الصحية، لأنه الأمر وبائي وباء عالمي. يعني الأمر صح. يفوت مباراة كرة القدم، هذا نهضر على صحة المواطنين، صح. الصحة في بلاد ما واحد ما يقدر يدخل في هذا الشأن داخلي، ما تدخل روح نيرا كافي واحد اخر درك باش يجوا الفرق هذوما. ايه حنا النوادي تاعنا كيما المولوديه كيما راك تشوف الصيف اليوم شباب بلوزداد وفاق الصيف سياسكا وفاق الصيف، هادو السفاريه تاعهم كيفاش داروها؟ داروها في طائرات خاصه، صح، داروا في طائرات خاصه. حنا الى هاد النوادي الافريقيه راهي فقيره، ما راش مشكل تاع الاتحاديه الجزائريه ولا النوادي الجزائريه، صح. احنا النوادي تاعنا يسافروا في طائرات خاصه بامكانياتهم الخاصه. نعطيك الرخصه باش تدخل التريدوار تاعي، لكن انت ما ترغمش عليا، انا نسيب لك نيتينيرير من تجي تروح البلاد الفلانيه وتدخل البلاد الفلانيه. لا هذاك ماشي مشكل تاعي، انت نهار تجي انا نعطيك لي فيزا دونتري هنا سير بلاس، الا ما عندناش تما قنصليه ولا يونباساد هنا نعطيك هنا الدخله، هذا واجب، وانا نحلك الحدود باش تدخل، ولكن انت لازم لك تجي لهنايا، ما ترغمش علي انا نصيب لك ليتينيرير مين تجي، وكان ما يعجبكش ليتينيرير تقول لا هذا يطول عليا طيب. الطريق ويجيني غالي، هذا ماهوش مشكلنا. طيب انا نقول لك بلي الاقتراح، اسمح لي الاقتراح كان لازم على الاتحاديات الافريقيه دير اقتراح باش تحدد هاد لي ريسك هذوما، قال كل فرق في منطقه يلعبوا بيناتهم، دير لهم بلاي اوف وتخرج الابطال تاع ذاك البلاي اوف يتلاقاو في اونسيت في البلاد واحد اخرى. احنا هنا تسافر من الصيف اليوم تمشي حتى للتشاد باش يسيبوا الابواب تاع الملعب مغلوقه، يعني هذا راهي فاش مهزله. نظن بلي لاكاف ما خداش كل الاحتياطات تاعها، ممكن للاسباب مترابطه بالتسيير تاعها طيب. هذا الاخير والاشياء اللي صارت. طيب يزيد، ما مدى تاثير ايقاف احمد على ما يحدث في الاتحاد الافريقي؟ هناك من تحدث عن دور الفاف فيما في اي دور قد يكون للاتحاديه الجزائريه في ظل الكواليس الافريقيه بعد كل هذه السيناريوهات. شوف بركونا ما هاد الخرافات هاد الاتحاديه دارت ونعت حمد. لا احمد تنحاتوا لا فيدراسيون انترناسيونال، لان لو سكرتير جينيرال ادجوا المرحوم عامر فهمي كان دار ملف تاع الفساد وتاع الاخلاقيات عليه. احمد نحاه سكرتير جينيرال، لونسيان سكرتير جينيرال ادجوان تاع لاكاف واسمه عامر فهمي، ما نحاتو حتى اتحاديه، هادو اللي يقولوا نحيناه ودرناه يروحوا يحكوها بعيد. هذه نحاه سيد بملفات تاع الفساد ورسلها لاكاف ورسلها للفيفا، والفيفا راح تعطاتها لجنه الاخلاقيات، بحثوا في القضايا هذو صابوا باللي الاشياء اللي قالهم المرحوم عامر فهمي صح، عقباته على حساب النصوص والقوانين تحت تاع الفيفا. بركه ولا ما هذه تاع نحاتوا هاد لا فيدراسيون الاخر نحاتوا، ما كاين والو، واش نحاتوا؟ نحاتوا مازالوا لي فيدراسيون اللي مامر تاعهم مازالهم يمشوا في لي كوميسيون تاع لاكاف يروحوا ديليغي تاعها. ولكن يزيد، هناك رغم ذهاب احمد ولكن هناك من يزال من يساند احمد في الاتحاد الافريقي صراحه في الكواليس. رفقاء الرئيس الموقوف. لا. شوف كاين قاعده وتمشي اكثر تمشي في افريقيا. الملك مات يحيى الملك، احمد من نهار لفيفا عقبته خلاص خرج من التاريخ، اشخاص اخرين راهم يسيروا في لاكاف، هو احمد ما راهش راح يرجع خلاص. الموالات هذه كانت كي كان هو في المنصب كي طاح الموالات والبندير وكاع داك حبسوا، دركا الموالات للناس اللي راهم في المنصب. وباش تكون انت باش هضروا في الجزائر اليوم راهم يحقروا في الكره الجزائريه، يا اخي
هذا الشيء هذا معروف من بكري كان هذه الاشياء هذه، وباش تتفادى لازم لك انت تكون في هذيك تكون عوض في المكتب التنفيذي، يكونوا عندك اشخاص في اللوجن عندهم الوزن الثقيل، يكونوا في اللوجن المهمه، لجنة التحكيم، لجنة التنظيم، لجنة الاخلاقيات، هذه تقدر انت تقدر تكون عندك قوه باش ما تخليش يحقوا فيك. اليوم الجزائريين عندهم كما يقولوا عندهم لي سونتيمون باللي لاكاف هاي تحقر في الجزائر. ممكن كان لعب في الكواليس، ممكن، ولكن باش انت الكفه تقلبها لازمك تكون حاضر معاهم من تما. كيكون طيب عندك ممثلين قويين منتخبين، عندك واحد ممثل منتخب، تقدر هذه الاشياء دو تفاداهم. طيب يزيد وهيب، سؤال اخير، كيف ترى السيناريوهات وكيف تتوقع مشوار الانديه الجزائريه في المنافسات الافريقيه؟ شوف كل الاحتمالات وارده. ربع فرق هذه اللي راهي تشارك في المنافسه من المنافسات هذو زوج عندهم امكانيات باش يروحوا ابعد حد في هذه المنافسه. فرق عندهم امكانيات، راك تشوف راهم يسافروا في طائرات خاصه، الشركات اللي هنا عندهم قايمين بهم دايرين طيرو تحضير مليح مقارنه مع الاجواء السائده هنا مع هذا الوباء هذايا. عندهم الاموال يخلوهم يكونوا عندهم طموح، عندهم تشكيله لاباس بها، طاقم فني لاباس به، نظن باللي ممكن الفرق تاعنا هذا العام هذا يشرفونا كما رانا ننتظروا فيهم. ولكن انا نهضر على كره القدم، وكره القدم تلعب في الميدان، تقدر تكون في نهارك طيب تفوز، ممكن ما تكونش في نهارك ما تفوز، ولكن هذا العام ربع فرق تاعنا نتمنى طيب ويديروا احسن تمثيل طيب وماشي تمثيل المشاركه، يروحوا ابعد المنافسات. شكرا لما لا يفوزوا بالكاس. شكرا لك يزيد وهيب الاعلامي الرياضي الجزائري والخبير في قضايا كرة القدم الإفريقية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا على كل هذه الإحاطة، نلقاك في فرصة أخرى بحول الله. إذن من جهة أخرى وبدون صور، حقق أمس شبيبة القبائل فوزا بثنائية لهدف أمام الدرك من النيجر في ذهاب كأس الكونفدرالية في لقاء جرى على أرضية كارثية وانتهى بأسبقية ممثل الجزائر قبل لقاء العودة بتيزي وزو. وفي المحترف الأول محليا لعبت الجولة الخامسة اليوم، حيث عاد مولودية الجزائر لصدارة الترتيب بفوز ثمين من أمام سريع غليزان بهدف نظيف. الفوز هو الثالث للمولودية في الدوري. ملخص المباراة بتعليق الزميل طه شعبان. مباريات ممتازة منذ انطلاق البطولة، كرة في الوسط حيتلا ما فيش وضعية تسلل، والانطلاقة ممتازة صعبة، ماذا يضيع سريع غليزان عن طريق بوزيد. ها هي الانطلاقة والتسديدة بالقدم اليسرى، 11 هدف سجلتها فريق المولودية، كرة لصالح المولودية، بورديم والكرة تصطدم بالحائط البشري صالح المولودية، والانطلاقة من هناك عن طريق بلال بن سحة، الكرة لم تتجاوز المستطيل الأخضر، خطيرة هذه الكرة، خطيرة، عودة كل خير في هذه اللحظات، في آخر لحظة كل خير ينقذ السريع من أول محاولة خطيرة لصالح مولودية الجزائر. ها هي الإعادة، هنا بن سحة كان مر الكرة على طبق ناحية بوعزة، كرته دائرية البحث عن حيتالة، لكن الدفاع يتدخل والإبعاد مباشرة من هناك عدادي في هذه اللحظات. ثم إسلا يمرر ناحية بورديم وتسديداته، بورديم يسجل أول أهداف المباراة، بتسديدة من حوالي 25 متر، بورديم يفتتح مجال التهديف بعد مرور 50 دقيقة من زمن هذه المرحلة الثانية والمباراة، بورديم يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة، والهدف الأول له على الرصيد الشخصي
في أو ثاني على الرصيد الشخصي في البطولة. ها هي الإعادة، تسديدة مباغتة، صاروخ أرجو يسكن مباشرة في شباك الحارس حمزة بوسر، كانت كرة، ها هي الإعادة، كرة غدارة مفاجئة سكنت شباك الحارس حمزة بوسر، ها هي الإعادة، وفي الإعادة متعة وإفادة، بوم مباشرة تسكن في شباك الحارس صالح المولودية ثم بورديم مرة ثانية، ممتازة هذه الكرة، ولكن هناك راية ووضعية تسلل أليف الوزاني، ولكن بعد هذه الكرة ممتازة، محاولة ممتازة من بالخير على نظافة شباكهم في هذه اللحظات، كرة ممتازة وتسديدة ولكن بدون عنوان، تسديدة صبري غربي في أول محاولة صبري غربي، كورتو بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس بوطاقة، تروح مباشرة إلى 5.50 متر في التنفيذ ناش، كورتو دائرية من هناك، تبقى دائما الكرة في منطقة العمليات، الحكم يقول يريد أن يلعب الكل في الكل في هذه الدقائق المتبقية، العشر دقائق المتبقية أو تسعة مخالفة، ستيح كورتو دائرية والحارس بوطاقة لا تزال دائما الكرة، ولكن الحارس بوطاقة في المكان المناسب، مزاري ممتازة هذه الكرة، ممتازة هذه الكرة، ممتازة هذه الكرة، والحكم قريب من اللقطة، الحكم سيد إبرير قريب من اللقطة ربما. وبعد اللقاء تحدث رئيس نادي مولودية الجزائر عبد الناصر الماس عن الفوز المحقق قبل الديربي المغاربي أمام الصفاقس يوم 28 من هذا الشهر بملعب 5 جويلية في مباراة الذهب. ننتظر يعني الفريق الأسبوع هذا مباراة في إطار الكأس الكونفدرالية كأس رابطة أبطال إفريقيا ضد الصفاقس التونسي، كيفاش تجري التحضيرات يعني تكون تحضيرات لهذه المباراة يعني؟ يا انا احنا بالنسبه لنا ما عندناش تحضير خاص لهذه المقابله، راكم تشوفوا يعني تسارع الاحداث وتسارع المقابلات، خرجنا من مقابله رابط ابطال افريقيا اللي فزنا بها ب5 أهداف مقابل 1 في 5 جويلية ضد الفريق البنيني، بعد بضعه ايام رانا اليوم مقابله تاع بطوله وطنيه، ومن على يوم الاثنين ان شاء الله راح تكون مقابله ضد صفاقسي، الفريق صفاقسي يعني فريق معروف فريق قوي، وحنا ان شاء الله هذا الريتم هذا وهذا النوعيه تاع اللاعب والناحيه من الناحيه التقنيه والبدنيه راح تساعدنا كثير لدخول هذه المقابله بكل عزيمه ان شاء الله. يعني مباراه يعني نقولوا ديربي مغاربي، مباريات المولوديه والصفاقسي دي ماتش هاد نديه وإثارة كبيرة، كيفاش يعني راح على يعني كل حال كما قلت يعني هذه ديربي مغاربي يخص فيه غير حاجة واحدة، يخص الجمهور، لكن من ناحية الكروية معروف أن هناك تقارب كبير بين الكرة الجزائرية والكرة التونسية، يعني كرة شمال إفريقيا بصفة عامة، وراح يعني تكون المحضر أكثر ذهنيا وبدنيا هو اللي راح يدير الفارق في المقابلة. ويلتحق بنا عبر سكايب اللحظة محلل لواء التلفزيون الجزائري إبراهيم زفور. إبراهيم مساء الخير، أولا كيف تقرأ البداية المثالية لفريق مولودية الجزائر وتأكيد هذه البداية اليوم بفوز على ملعب سيراغليزان؟ مساء الخير عبد العزيز، مساء الكرام، كل فوز مولودية اليوم عنده يعني وين يعني تخليه خطر مباراة كأس إفريقيا في أحسن أحواله، يعني نشوفوه من مباراة من إلى مباراة راه مر لاباس به، نظن هذا عائد نوعية اللاعبين والتحضير اللي قام به في بداية الموسم، رغم توقف لعدة أشهر، لكن أنا نشوفه يعني من الناحية البدنية مولودية الجزائر راه محضر كم. بالنسبة للسريع يعني عاد بفوز في الجولة الماضية أمام أهلي برج بواريريج، ولكنه اليوم خسر أمام فريق مولودية الجزائر في الوقت الذي كان ربما حقق الانطلاقة المرجوة في مباراة الأسبوع الماضي، ولكنه انهزم اليوم، ماذا حدث تحديدا لفريق السريع في مباراة اليوم؟ شفنا يعني سريع غيليزان خارج الديار يلعب كما يكون ما لازم الحال، لكن داخل الديار كل مره يعني
تلقى صعوبات باتيه باش المباراه، رغم انه ملاعب بدون جمهور، لكن داخل الديار مازال عنده ليه ما يفوتش المباراه، خاصه في الشوط الاول نضيع بعض الفرص كان قادر يسجل فيها، لكن في الشوط الثاني نظن انه مولوديه الجزائر سير المباراه كما لازم. نظن خصوا بعض الفعاليه لصلاح السلام، خصوا بعض الفعاليه في الهجوم. ساعود اليك نعم ابراهيم، سأعود لك بعد قليل بعد أن نستعرض هذا الموضوع في مواجهة أخرى. افتك مولودية وهران تعادلا مهما أمام اتحاد بالعباس بملعب 24 فبراير، تعادل أزم أكثر من وضعية الاتحاد في آخر الترتيب رغم أسبقيته في المباراة التي علق عليها للتلفزيون الجزائري سيف الدين بن زردة. جهة المقابلة مولودية وهران المنتشية بأول انتصار في الجولة الماضية، وأمام الجار أيضا وداد تلمسان، من هو الأقرب للفوز على الورق؟ بالنسبة لو على الورق نقول لك المولودية. عرف الحكم الدولي، تنطلق المباراة الآن وينطلق الديربي بين فريقي اتحاد بالعباس ومولودية وهران، وهذه كرة أولى لمولودية وهران، والحكم عابد شارف يقول خطأ، لعبها نحو المهاجمين ولكن دفاع اتحاد بالعباس تدخل كرة على التسديدة والحارس على مرتين، تسديدة والحارس على مرتين من وصل عبد القادر، ولكن لسوء حظ وهذه كرة لصالح المولودية، تسديدة كانت كرة خطيرة للمولودية هذه وعلى المرمى، مرت من عادل خطاب هذه الكرة، هذا ممكن راح يسجل الهدف. بن عمارة في تنفيذ هذه الركنية في القائمة الثانية الرأسية، وتمر جانبية، تمر جانبية هذه الكرة ثابتة، مترف من هناك يلعبها نحو القائمة الثانية، وخروج أسامة لتيم يلتقط هذه الكرة، كانت سهلة، يفضل يلعبها مباشرة طويلة نحو ضرار في تنفيذ دائما الكرات الثابتة، هذه كرة من هنا خطيرة لصالح المولودية، ولكن تدخل دفاع اتحاد بالعباس، التدخل من عبد العزيز ليت العائد إلى التشكيلة الأساسية وهو الذي غاب عن مباراة شبيبة الصورة، الكرة في منطقة الجزاء لمصلحة اتحاد بالعباس، والهدف، والهدف الأول لمصلحة اتحاد بالعباس، الهدف الأول لمصلحة اتحاد بالعباس على طريق ليت عبد العزيز اللي كنا نتحدث عنه منذ لحظات قليلة، وسط هفوة من دفاع مولودية وهران اتحاد بالعباس يتمكن من افتتاحية التسجيل. شوف يعني الاستهزاء من المدافعين مولودية وهران انه خلوا كرة سهلة، شوف الكرة كيفاش، المفروض انه عثماني هو اللي يجي يضرب الكرة، لا لا راح كأنه خاف. وليد دراجة في تنفيذ هذه المخالفة، كرة طويلة ولكن تعلو العارضة الأفقية بقليل، هذه الكرة تعلو العارضة الأفقية بقليل من جانب فغلول السنوسي الذي كاد أن يخادع الحارس عبد القادر مرسلي في هذه الكرة، والآن هناك تغيير بعد خروج عبد العزيز ليت، راح يدخل اللاعب دحماني معاد من الفريق الرديف لاتحاد بالعباس، الآن تغيير هذا دحماني معاد، هو أيضا كمهاجم يعني منصب بمنصب أو خروج ليث ودخول دحماني الآن، هذا يلعب كمهاجم في الفريق الرديف لاتحاد بالعباس، هل سيتغير الرسم التكتيكي لاتحاد بالعباس في هذه اللحظات؟ نحن الساعة الرسم التكتيكي هو دائما اتحاد بالعباس راه في الدفاع، حتى الميني تيرا نتاعهم راهم يرجعوا يبقى غير المهاجم سلطاني. الكرة لصالح مصمودي في وسط الميدان، نلعب الدقيقة 40، دائما هدف مقابل صفر لاتحاد بالعباس أمام مولودية وهران، الوحيد دونارد، الهدف سجله عبد العزيز ليت في الدقيقة 30. مشاهدينا الكرام موعدي بكم يتجدد مع
إذن وفي موضوع دي صلاة دائمة في أخبار الرابطة المحترفة الأولى، تواصل لجنة تأهيل الملاعب الوطنية معايناتها، وهذه المرة عادت إلى ملعب بن عبد الملك رمضان قبل مباراة شباب قسنطينة واتحاد الجزائر للوقوف على مدى تطبيق الملاحظات التي كانت قد دونتها سابقا. محمد صالح بساكر التفاصيل. عادت لجنة متابعة وتأهيل الملاعب للرابطة الوطنية لكرة القدم مرة أخرى إلى ملعب بن عبد الملك بقسنطينة لمعاينة أرضية الملعب بطلب من إدارة شباب قسنطينة التي اشتكت من الأرضية بسبب كثرة الإصابات التي أصبحت تؤرق الطاقم الفني للفريق. احنا بعد ما درنا 3 زيارات وهذه الرابعه يعني كنا خلينا يعني لي ريزيرف تاعنا واحد من بين البنود، قلنا باللي ارضيه الميدان تاع ملعب بن عبد الملك لازمها يعني تجديد ولا اعاده النظر في بعض المناطق. اليوم نظرا للكلام اللي من مسؤولين شباب قسنطينه وطلب من عندهم، جينا درنا معاينه خاصه وين تراينا في الملعب ان هناك بعض المناطق في الميدان تمثل يعني خطر على صحة اللاعبين في بعض المناطق يعني، وهذا الشيء اللي راح درناه في التقرير تاعنا وراح نوجهه إلى الرابطة الوطنية اللي هي راح تدي القرار النهائي. الشباب وفي حالة عدم تأهيل ملعب بن عبد الملك من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم ومع انطلاق الأشغال لإعادة تهيئة ملعب الشهيد حملاوي سيبقى في دوامة البحث عن ملعب يستقبل فيه منافسه. وإحنا رانا ندومونديو باش نلعبوا في ملعب الخروب لي بور لو مومون دوموندينا بالك عندنا ان موا ولا ان موا ودمي ملي دوموندينا الملعب باه يجيو تجي لا كوميسيون تشوف الملعب ولا دوموندينا السلطات بيعطوني الملعب يعني نستقبلوا فيه و جوسكا مينو ما عندنا حتى يعني رد من السلطات. حنا ماذا بينا ان شاء الله يكون الرد تاعهم في اقرب وقت باه يكونوا المقابلات الجايين ان شاء الله يكونوا في ملعب الخروب. الشباب مقبل اتحاد الجزائر بملعب بن عبد الملك في انتظار مستجدات الأيام القادمة. إذن شباب قسنطينة مشاهدينا فسجل أول فوز له على حساب اتحاد الجزائر بهدفين لواحد. أهم لحظات المباراة من ملعب بن عبد الملك رمضان نتابعها بتعليق محمد صالح بوساكر. ممتاز، لديه مقومات التسديد كما شاهدنا في لقاء اتحاد شباب قسنطينة أمام نادي بارادو مما سجل الهدف الثاني بقوة وعدل النتيجة أمام نادي بارادو. العمري سيد علي في تنفيذ هذه الركنية الثانية، الركنية الثانية على التوالي في القائم الثاني. راسية بنطار، راسية داخل منطقة العمليات والهدف، داخل منطقة العمليات والهدف لشباب قسنطينة في الدقيقة 26. يتمكن شباب قسنطينة من فتح مجال التهديف بعد ضغط كبير، وركنية الثانية جاءت بالجديد لشباب قسنطينة، يتمكن من استغلال هذه الكرة الثابتة والركنية ويفتح مجال التهديف. هاي الإعادة، كرة من بن طاهر، كرة من يطو، هل لمس الكرة يطو؟ سنشاهد الإعادة مرة أخرى، رأسية بن طاهر، ونعم يطو هو الذي سجل الهدف الأول لشباب قسنطينة، يطو محمد نسيم. إذن يفتح مجال التهديف بعد الالتقاء الجيد من بن طاهر، يعيد الكرة في القائم الثاني ولا أحد في المراقبة، وخطأ في المراقبة من دفاع اتحاد العاصمة يسمح ليطو كما نشاهد من فتح مجال التهديف. عندنا على الجهة اليمنى المدافع الأيمن يحط كرة، والحارس في المتابعة، حارس الرحماني شمس الدين في المتابعة. زواري كورته مرفوعة، الرأسية وهدف التعادل، رأسية وهدف التعادل، هدف التعادل يأتي من المدافع بوشينا مصطفى، هو الذي تمكن من مباغت دفاع شباب قسنطينة والحارس رحماني ويتمكن من تعديل النتيجة. اللقطة، الكرة من زواري، الارتقاء الجيد، والحارس رحماني في كرة مباغتة لم يتمكن منها. بودا إبراهيم وميمي باراكو، زواري الحكم يقول في خطأ، تدخل بقوة، تدخل هداري من رد الفعل، اشتباكات بين اللاعبين، بطاقة حمراء نعم لبن مسعود لأنه تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول. بن مسعود يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويترك فريقه يلعب بعشرة لاعبين من كرة ثابتة. هل يستثمر الشباب أيضا في الكرة الثابتة؟ والعمري سيد علي داخل منطقة العمليات، وبالطار
كره جانبيه تسديده قويه من بن طاهر امامنا على الصوره، اخطر الكرات من جانب اللاعب بن طاهر من قلب هجوم شباب قسنطينه، كره مرتده من الدفاع بقوه ولكنها مرت ببضع سنتيمترات فقط. اذا راح يوزع كرته العرضيه، بالفعل يوزع كرته ورحمن يغلق الزاويه كما ينبغي في القائم الاول، يتمكن من هذه الكره، كره وصعود كلي لعناصر شباب قسنطينه، كره الى اين الراسيه، والحكم يقول ضربه جزاء، الحكم يقول ضربه جزاء. شيبوب شيبوب وسيفور شيبوب 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 يوقع الهدف الثاني، شيبوب يوقع الهدف الثاني لشباب قسنطينه العائد من بعيد في اللحظات الاخيره من ضربه جزاء. الله يفضلها قصيره، يلعبها مع بن خليفه، هذه المره طويله ناحيه البديل العليلات، والحكم آية عمر يعني عن نهاية المقابلة. وبعد فوز الشباب الأول له في الدوري أمام اتحاد الجزائر، جمع الزميل بوساكر التصريحات التالية. لله نظل اليوم ثلاث نقاط مهمة بزاف في بقية المشوار تاعنا، وين حققنا أول انتصار لتزامن مع العودة تاعي، نظن الحمد لله الحمد لله يا ربي، العودة كانت عودة ميمونة مع ثلاث نقاط، نظن راني من أسعد إنسان بالك في اليوم، الحمد لله نظن الإصابة ولات من الماضي، الحمد لله اليوم عاونت الفريق تاعي بالشيء اللي نقدر عليه، الحمد لله ربي ما خيبناش، وين كنا حابين نربحوا اونطامينا ماتش بيان، دوزيام ميطو شويه تراجعنا الوراء، تعبنا شويه، مي الحمد لله نظن النتيجه كانت منطقيه، الحمد لله اليوم درنا مقابله كبيره، وان شاء الله ربي يوفقنا في بقيه المشوار ان شاء الله. الحمد لله يا ربي على ثلاث نقاط هذو اللي حققناهم اليوم، اما ما خصم جارح جدا بعض المشاكل اللي عنده في الفريق، عرفنا كيف نسيروا المقابله. احنا كان عندنا ضغط، هو لازم نفوزوا في المقابله، ما تنساش هذا زيد يدينا ضغط كبير. المهم الحمد لله يا ربي ثلاث نقاط هذا نحديهم الانصار العامد، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نكملوا في المنوال هذا ان شاء الله، باسكو نسحقوا الخمازات خدمه كبيره ان شاء الله بان نحققوا الاهداف تاعنا ان شاء الله. Vous l'avez dit, en première mi-temps on a démarré crispé, on jouait des ballons longs, on a fini en première mi-temps, c'était intéressant. Reprendre notre jeu à terre, se créer des occasions. En deuxième, on a encore concrétisé. Et c'est vrai que psychologiquement, les joueurs sont atteints, ils veulent bien faire, ils ont du mal à installer leur jeu. On prend un but sur coup de pied arrêté et on est mené au score. Et je pense qu'ils ont eu ce courage de revenir. Et puis après, on a poussé, on a fait les changements offensifs. Mais on n'a pas su concrétiser. Et puis après, il y a toujours y a des faits de jeu qui sont bizarres, mais c'est comme ça. Donc ça nous fait une défaite. Sur le contenu, en tout cas, c'était bien mieux que le match à domicile contre Medea. C'est pas plus difficile, c'est les mêmes principes. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi, avoir confiance au travail, bien préparer le match, et puis faire tourner les matchs. Et puis pas donner non plus à des gens des situations pour faire basculer un match pour l'adversaire. Voilà, c'est. من جهته أكد المدير الرياضي لشباب قسنطينة ناصر مجوج استقالته من الفريق بسبب ما وصفه انعدام الصلاحيات. لنتابع. ديما نحترمهم وديما نقول لهم نحترمهم بزاف، سواء نخدم في الفريق كيما كنت لاعب كيما راني مسير، ولا نروح من شباب قسنطينة. ديما نقول للجمهور تاع شباب قسنطينه هو اولى بالفريق، نحترمهم ديما ونقعد ديما نحترمهم، نروح من الفريق نحترمهم والحمد لله. وهي يعني الاستقاله تاعي ما نكذبش عليك، ما يخفاكمش باللي انا راني في الاداره وعادوا ما عنديش صلاحيات بزاف في الاداره، والشخصيه تاعي والتربيه تاعي ما تسمحليش باه نقعد في الاداره اللي الناس حبوا زعما ناصر مجوج يقعد في الاداره، بصح الناس تمشي للاداره ما نكذبش عليكم. اون بليس جابوا يعني مسير دروكا في الاداره اللي برسك الصلاحيات بكل مدهم ليه، وانا راني كما قلت لك الشخصيه تاعي ما تسمحليش باه نقعد في شباب قسنطينه ولا في الاداره تاع شباب قسنطينه. والناس اللي تسير ناصر مجوج ما يسيروا حتى واحد. جيت بالنيه تاعي والضمير تاعي هاني والحمد لله مديت الشيء اللي عندي للاداره وهذه هي. ونعود إلى محلل التلفزيون الجزائري إبراهيم زافور الذي يلتحق بنا عبر سكايب. إبراهيم زافور نرحب بك من جديد. لو نبدأ من آخر مباراة، أخيرا شباب قسنطينة انتظر حتى الجولة الخامسة ليحقق الفوز. المباراة الرابعة شباب قسنطينة اللي كان
يبحث على الفوز بأي ثمن. نظن اليوم كان له الحظ أنه رغم أنه يعني كمل المباراة بعشر لاعبين، لكن عرف كيفاش يسير المباراة وعرف كيفاش يسجل الهدف الثاني باش ياخذ ثلاث نقاط. نظن فوز مستحق يعني بعد تعب كثير، خاصة أنه ملعب بن عبد الملك ما يساعدوش كثير، لأنه ملعب ما يصلحش يعني للكرة في رابطة الأولى. نظن العائق الأول هو الملعب، خاصة أنه كان تعادل في ملعبه مبارتين ويتعادل في مباراته. اليوم كان له الحظ أنه فاز بهذه المباراة، نظن أدى بالمجهودات كبيرة خاصة بعشر لاعبين، نظن يعني أدى الواجب تاع اليوم. بالنسبة للاتحاد هزيمة أخرى من جديد تعقد أكثر من مأمورية الفريق الأحمر والأسود. أكيد يعني هزيمة أخرى يعني تزيد له في المشاكل، لكن هذا الفريق لازم له وقت باش يعني يصيب الأوتوماتيزمات بين اللاعبين. فريق عاود تقريبا 80%، مش رايح ينجح في يوم او يعني يومين، لكن لازم له وقت باش اللاعبين يعني يتأقلموا بيناتهم، خاصة تغيير المدربين أثر كثير على هذا الفريق. وأنا أتمنى أن الاتحاد العاصمة يرجع. تبقى معنا المستقبل. إبراهيم زافور، وفي مباراة أخرى قلب أتلتيك بارادو تأخره أمام أهلي برج بوعريريج بهدفين إلى فوز بثلاثة، هدفا الأهلي سجلهما قتال وبلال زياني قبل أن يسجل الأتلتيك للأتلتيك جناوي وزرقان. وفي مباراة طبعا كانت مثيرة في لحظاتها الأخيرة، مباراة سجلت فيها خمسة أهداف. تفاصيل المباراة نتابعها في أنيس مزيان العائد منذ لحظات من ملعب الدار البيضاء. شبيبة أسكيكدا خسر على ميدانه برباعية لواحد أمام أولمبي أشلف. أهداف الأولمبي سجلها كل من بن جلالي في الدقيقتين 38 والسادسة والخمسين، فيما قلص مرزوقي النتيجة للشبيبة في الدقيقة 68. وفي الدقيقة 82 دون بن جرينا الهدف الثالث للأولمبي. وقبل دقيقة من النهاية سجل إسلام مريلي الهدف الرابع عبر ركلة جزاء، وبهذا الانتصار رفع الأولمبي أشلف رصيده إلى النقطة السابعة في المركز السابع، بينما يبقى شبيبة سكيكدا في المركز السابع عشر بثلاث نقاط. وبعد نهاية المباراة جمع الزميل ياسين بوخناف التصريحات التالية، وسنتابع التصريحات بالتأكيد لاحقا. وفي لقاء آخر شبيبة الصاورة سجل فوزه الثالث في البطولة، وهذه المرة عاد بنقاط ثلاث من ملعب نجم مقرى بهدفين نظيفين سجلهما حميدي وبلال مسعودي. وهذه نتائج الكاملة للجولة الخامسة.
في أخبارنا الدولية، قام نائب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المشرف عن التنمية بزيارة قادته للوقوف على تطور الأشغال وسير العمل على مستوى المنشآت تحسبا لاستضافة الكوديفوار لكان 2023. التفاصيل في سياق هذا الموضوع للبنى برويس. تحضيرات كان 2023 بكوديفوار شهدت زيارة تفقدية من قبل نائب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنطوني يافو للوقوف على تطور الأشغال وسير العمل على مستوى المنشآت. البداية كانت بملعب فيليكس بواني بمدينة أبيدجان أكبر مدن كوديفوار الذي يتسع لأكثر من 35,000 متفرج. أما الملعب الوطني الأولمبي هو متعدد الاستخدامات، تم افتتاحه في 3 أكتوبر 2020 لدى احتضانه لمباراة كوت ديفوار ضد مدغشقر في إطار تصفية كان 2021. الملعب الذي تبلغ سعته أكثر من 60,000 متفرج. مدينة كورهوغو ستكون إحدى المدن التي ستحتضن مباريات أمم إفريقيا لتشييده في 13 ماي 2019 ليتسع لأكثر من 20,000 متفرج، جاهزيته منتظرة شهر أكتوبر 2021. الزيارة لم تتوقف في كورهوغو بل تواصلت إلى بواكي لتفقد المقرات التي ستستقبل أكثر من 4 فرق، كل مقر مخصص لفريق واحد، لتنتهي الزيارة في مدينة ياموسكرو قبل العودة إلى أبيدجان التي عرفت بداية بناء ملعب سان بيدرو وسيكون جاهزاً شهر أبريل 2021 الذي يتسع ل20,000 متفرج بالإضافة إلى تشييد 8 مقرات لإقامة المنتخبات. البنى التحتية منتظر تسليمها قبل البطولة ب6 أشهر مما سيسمح بتنظيم مباريات اختبارية، فهل ستكون أراضي الأفيال جاهزة لهذا الحدث في الموعد المحدد؟ ختام أخبار الرياضة لهذا اليوم خدمتكم فيها أنا عبد العزيز بن سالم وترأس تحريرها محمد شمالي وأخرجها لكم يزيد بلكوت. لكم مني أجمل التحية والسلام عليكم.